بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الرياضة محليا وعالميا. منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي هيواجه المنتخب الأردني وديا يوم 12 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة، وده قبل السفر إلى أوزبكستان لخوض ودية ثانية مع منتخب أوزبكستان يوم 16 من نفس الشهر، وده ضمن استعدادات منتخب مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خصص فقرة في ميران امبارح لتدريب اللاعبين على ضربات الجزاء تحسبا للجوء إليها في مباراة إنبي النهاردة بكأس مصر، وعقد كولر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وأخذ لاعب الفريق فقرة إحماء على ملعب التتش وعقبها تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة. الكولومبي إخوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش الميران اللي أقيم امبارح على ملعب عبد اللطيف برجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، كما منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية استعدادا للفترة المقبلة. فريق مودرن فيوتشر استأنف تدريباته تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري، ويحل مودرن فيوتشر ضيفا على فريق طلائع الجيش السبت الجاي على ملعب جهاز الرياضة العسكرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري تغلب على نادي دينامو اللبناني بنتيجة 96-89، وبالبطولة العربية لكرة السلة التي بتقام في قطر وتستمر حتى 12 من أكتوبر الجاري. عمر كمال لاعب فريق مودرن فيوتشر حصد جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الدوري المصري ممتاز، وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عن حصول هدف عمر كمال في مرمى الداخلية على أكبر عدد من الأصوات في الاستفتاء التي شارك فيه المشجعين. هالة الجوهري نجحت في التأهل لأولمبياد باريس 2024 في الرماية في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء بعد أن أحرزت ذهبية في بطولة إفريقيا للرماية، محطمة الرقم الإفريقي برقم 234.9. شبكة ترانسفير ماركت العالمية نشرت التشكيل المثالي لأغلى اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وجاء في الصدارة ثنائي المتألق إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان. الحساب الرسمي لبطولة الدوري الفرنسي احتفل بفوز الدولي المصري مصطفى محمد بجائزة لاعب الشهر في نادي نانت للشهر الثاني على التوالي بتصويت الجماهير، وعلق الدوري الفرنسي على تتويج اللاعب المصري قائلا ومن غيره. الأناكوندا بيفوز بجائزة لاعب الشهر في نانت بتصويت الجماهير. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر توج بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري السعودي عن شهر سبتمبر الماضي. فريق ريال مدريد الإسباني حقق الفوز على نادي نابولي الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في قمة منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024. فريق بايرن ميونخ الألماني فاز على فريق كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024. وفريق انتر ميلان حقق فوز صعب على ضيف بنفيكا البرتغالي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب جوسبي مياتازا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.
نادي أرسنال الإنجليزي خسر أمام مضيفي فريق لانس الفرنسي بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح ضمن منافسة الجولة الثانية لدور المجموعات بالنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024. وفريق جالاتا سراي التركي فاز على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024. وبكده انتهت جولتنا الرياضية. هرجع مرة تانية لأحمد وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا طبعا، شكرا جزيلا استعراضك أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.